بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين. لما كادت الحرب الباردة وكانت أمريكا تريد إسقاط ما يسمى بالاتحاد السوفيتي، وخاصة بإغرائها لدخول أفغانستان، كانت هي من تشجع على مسألة الجهاد في سبيل الله، وفتحت المكاتب في بعض الدول العربية خاصة في أرض الجزيرة لبعث ما يسمى بالمقاومين هنالك، وكانت تصل إليهم الأسلحة ويصل إليهم التمويل، ولم يتحدثوا أبدا على أن هذا الأمر لا يجوز، بل كانوا يشجعونه أيما تشجيع. لا إله إلا الله. وحينما أرادوا بعد ذلك أن يتخلصوا منهم سموهم إرهابيين، ثم منعوا من أن يأتوا إلى بلدانهم، ثم طالتهم يد العدالة والقانون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلما احتاجوا مرة أخرى لتشكيل ما يسمى بداعش التي أسسوها هنالك من أجل أن تظل المعركة تدور رحاها داخل الأمة بين أفراد الأمة، سمحوا بإيصال الكثير من الشباب المغرر بهم إلى تلك المنطقة لكي يفرموا في محرقة لا تعرف الرحمة أبدا. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهم لا يسمحون لهذا التجيش للشباب ليتوجه إلى هذه المناطق إلا إذا كان المقصود هو تحقيق مصالح الدولة المركزية الغرب. لا إله إلا الله. وعلى رأسها طبعا أمريكا. أما أن يذهب الناس لكي يعينوا إخوانهم في فلسطين فهذا أمر ممنوع ممنوع، بل حتى مجرد الدعم بأي نوع من الدعم يلقى الكثير من التضييق في كل وسائل الإعلام، حتى ولو بالكلمة وإنا لله وإنا إليه راجعون. أما هم فإنهم منذ القدم إذا أرادوا أن يحاربوا المسلمين يمكن أن تجد خلافات فيما بينهم حول مصالحهم، لكنهم يجتمعون جميعا تحت راية واحدة إذا كان العدو هو الإسلام والمسلمين. وهذا حدث عبر التاريخ، وليس هنالك شذوذ عن هذه القاعدة على طول الخط وعلى كل الأزمنة وكل الأصعدة. هذا دائما في كل معاركنا. عبد الكريم الخطابي في معركة أنوال كان يحارب أوروبا كلها، يعني الأرثوذكسية، الإنجيلية، البروتستانتية، الكاثوليكية، كلها تجتمع. وهكذا اجتمعت في كل المعارك الفاصلة بين المسلمين، وهي الآن هي التي تقع الآن في غزة. غزة المحاصرة، هذه النقطة التي لا تكاد ترى على الخريطة بالعين المجردة، يجتمع عليها كل الدول بكل الأسلحة. ولذلك تجد حتى المرتزقة يأتون من كل مكان لكي يساهموا في دعم قوات العدو، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ففي سنة 1948 تم استئجار الكثير من هؤلاء من أمريكا ومن فرنسا، وفي سنة 2002 شاركت قريبا لا إله إلا 4000 من المرتزقة إلى جانب العدو، وفي سنة 2004 وصل عددهم إلى 6000، وخاصة من كل دول أوروبا الغربية، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، كلها لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. واليوم في هذه المعركة طبعا هنالك مشاركة الكثيرين من هؤلاء، وتعطى لهم يعني أجور سمينة، وهنالك إعلان وإشهار من أجل تحشيد وتجييش كل أولئك
للمساهمة في هذه المعركة إلى جانب العدو، وجاءوا من كل حدب وصوب وتم تشجيعهم، بل هنالك إعلام يشجع ويغري الذي يأتي إلى تلك الأرض بغرض مساندة العدو بأنه يحصل على الكثير من الامتيازات المادية. إنها معركة كما ترون يساهم فيها كل أبناء الغرب، كل أبناء الغرب يسمح لهم، وليس هنالك من يمنعهم أو يردعهم أو يحول دون وصولهم إلى تلك الأرض، في حين أن الخبز وأن الماء وأن الطعام والمسلمون ملياران لا يستطيعون إيصاله. وهذا أمر عجب، عجب، هذا أمر عجب، ولا حول ولا قوة، كأن الله لا يريد أن يحظى هؤلاء بأي شرف في هذه المعركة التي أراد الله تعالى أن يجعل أهل غزة هي قدر الله في تطهير تلك الأرض، فإن هؤلاء لا يستحقون أبدا أن تكون لهم يد شريفة تمتد إلى إخوانهم من أجل تحقيق هذا النصر الذي ستؤول وسيؤول إلى إخواننا هنالك الصادقين. لا إله إلا الله، محمد رسول الله. في هذه المعركة، معركة 2023، معركة الطوفان 7 أكتوبر، هنالك تقريبا من الفرنسيين فقط المرتزقة الذين شاركوا في هذه المعركة 4185، وهي أكبر عدد لجنسية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، أي أن أكبر جالية ساهمت في هذه المعركة إلى جوار الأعداء هم القادمين من أمريكا، المارينز وغيرها، وهنالك فرنسا تحتل المرتبة الثانية من حيث مشاركة المرتزقة الفرنسيين الحاملين للجنسيتين، الجنسية الفرنسية وجنسية العدو. ولذلك فإن هذا الأمر أثير في البرلمان الفرنسي، بحيث شكلت مطالبات في البرلمان الفرنسي من قبل بعض البرلمانيين وبمتابعة هذه القضية وإدانتها، ولكنهم لم يحصلوا على مرادهم وطالبوا على الأقل بسحب الجنسية الفرنسية من هؤلاء الذين ساهموا فعليا إلى جانب العدو في معركتها ضد أبنائنا وفي عدوانها على إخواننا في غزة. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مشاركة المرتزقة إذن إلى جانب أعداء الله في ظلمهم وعدوانهم على إخواننا لم تستثني الكثير من تلك البلدان. ففي إحدى الصحف الإسبانية قيل بأن العدو استعان بجيش صغير من المرتزقة من إسبانيا مقابل 3900 دولار في الأسبوع أو أورو في الأسبوع قابلة للزيادة. أيضا هنالك مرتزقة جاءوا من جنوب إفريقيا حتى أعلن عن فتح تحقيق في جنوب إفريقيا، فكل من يثبت وتثبت هذه الواقعة في حقهم يقعون تحت طائلة المتابعة القانونية. لا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا حتى من جنوب إفريقيا هنالك مرتزقة التحقوا على جناح السرعة للمشاركة في العدوان على إخواننا، وجنوب إفريقيا واجتهزت. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بعد هذا الحديث وسرد هذه المسألة الواقعة والتي يتحدث عنها الإعلام، فإن الأعداء في تلك الأرض المحتلة لا ينفون ولا يؤكدون مشاركة هؤلاء المرتزقة في الحرب الحالية في العدوان على غزة. لا إله إلا الله. ولكن الأمر واضح، لأنه خرج إلى الإعلام الكثير من هؤلاء، ورأينا أن في الشجاعية هنالك 7 من القتلى من أوكرانيا
وسمعناهم يتحدثون باللغة الأوكرانية، وهذا الأمر لم يعد سرا وأصبح الحديث عنه في كل وسائل الإعلام. فإن قضية عدم التأكيد أو النفي من قبل العدو لا يقدم ولا يؤخر في الملف شيئا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن هنالك الكثير ممن سجلت لهم تصريحات في إعلام الدول الغربية يؤكدون على هذا الأمر، بل يشجعون الحاملين للجنسيتين، جنسية البلد وجنسية الدولة المعتدية، من أجل الإسراع في تلبية نداء دعم أعداء الله ضد إخواننا. وليس هنالك من يتحدث عن الأمر أو أن يقول إن هذا خارج عما تزعمه الأمم المتحدة في ضبط هذه المعركة من خلال مشاركة غير الأطراف المعنية. لا إله إلا الله. أخيرا وليس آخرا، نقول لماذا العدو في تلك الأرض التي يحتلها يستعين بمرتزقة من كل الدول؟ لماذا؟ أولا، فإن العدو يستفيد مع وجود جيش نظامي و 360 ألف جندي احتياط، يعني أن هذا العدو لا يحتاج إلى الجنود، فهنالك جيش نظامي مكتمل الأركان و 360 ألف جندي احتياط، فلماذا يسعى للاستعانة بالمرتزقة؟ أولا، اسمعوا مزيان، أولا لكي يقلل في الإعلان عن الوفيات، فهو لا يدرج ضمن الوفيات فقط أولئك الذين ينتمون إلى المؤسسة العسكرية وإلى ذلك البلد، فهو لا يسجل ولا يدون الضحايا من هؤلاء المرتزقة، أي المرتزقة الذين يقضون في تلك المعركة لا يسجلون ضمن لائحة الضحايا. ولذلك تجدون دائما أن لائحة المعلن عنهم من الضحايا تكون قليلة، رغم أن المقاومين يعلنون على عمليات نوعية ذهب فيها الكثير. لكي تفهموا لماذا لا يعلن عن ما هو الحقيقة في الضحايا بالنسبة لإخواننا كما يعلنون. ثانيا، إنما تستعين بهؤلاء المرتزقة من كل البلدان لتشجيع غيري، يعني هؤلاء الذين لهم الجنسيتين من البلدان الأخرى، في القتال إلى جانب إخوانه. إذن هذه مشاركة تحاول المرتزقة يشجع الآخرين في البلدان الأخرى الذين يحملون تلك الجنسية للإسراع لنجدة إخوانهم والمساهمة في هذا الأمر. وثالثا، المسألة الثالثة، لكي يقوموا بإراحة الاحتياطيين للعمل في عملهم، يعني جنود الاحتياط هؤلاء يستدعون فقط في تلك الظروف الاستثنائية. فإذا استطاعوا أن يأتوا بالمرتزقة من البلدان الغربية، أولئك الذين يعملون في الجيش الاحتياطي هم في الأصل لهم مهن خاصة فيعود إليها قبل أن يصاب الاقتصاد بالشلل التام، فهم لذلك يحتاجون أشد الاحتياج إلى هؤلاء المرتزقة. والمسألة الرابعة، مسألة التمويل، والتي تكون ثقيلة على ميزانية العدو، فهذا التمويل هو في أغلبه من أمريكا وأيضا من تبرعات هؤلاء الأغنياء المنتمون إلى هذه الدولة من أصحاب
الشركات الكبرى التي تساند العدو والتي يطالب من المسلمين معرفتها حتى يقوموا بواجب مقاطعتها كما حدث للكثير من هذه المؤسسات التي تعرفون. إذن لابد من أن نثير هذا الموضوع. علاش؟ أولا هم دينهم يفرض عليهم أن يجتمعوا ضد المسلمين، وسيدي ربك يقول الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. هم يقاتلونكم كافة فقاتلوهم كافة كما يقاتلونكم كافة. هما كيقول لك حنا الدين ديالنا يفرض علينا باش نجتمعوا، وحنايا حدود تفريق على أساس العرق، على أساس الحدود، على أساس الأحزاب، على أساس الطوائف، على أساس المذاهب، على أساس اللغة، على أساس الإثنية، على أساس يعني تفتيت في تفتيت. إذن هذه المسألة لابد من توضيحها. فنحن نقع الآن في معصية كبيرة، وهي أن الأمة لم تقم بواجب جمع هذه الأمة على الإسلام. نحن مسلمون، هو سماكم المسلمين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. أسأل الله تعالى أن ينتبه المسلمون إلى خطر التمزيق الموجود داخل الصف. أليس لكم الآن بعد هذه الأحداث نية في أن تعملوا استراتيجيا في المستقبل على جمع الأمة على الإسلام؟ أليست غزة الآن تنادي فينا من أعماقنا أن هبوا للعودة إلى الإسلام؟ فعزكم في الإسلام، ومهما ابتعدتم عن الإسلام كما قال عمر أذلنا الله. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.